باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات يوم الاثنين من الأسبوع السابع من الخمسين المقدسة. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. إلهي بالنهار أصرخ إليك فهل لا تستجيب لي، وفي الليل ولم يكن ذلك جهل مني. هل لي الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوه من أجلها فوقفا فوقا منها وزجر الحمى فتركتها. وفي الحال قامت وخدمتهم، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فوضع يده على كل واحد منهم فشفاهم، وكانت أيضا شياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح.
المجد لله دائما. إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته. من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك، فلتكن سلامة عظيمة للذين يحبون اسماءك. هللويا الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. ولما كان النهار خرج وذهب إلى موضع قافر، وكان الجموع يطلبونه، فأتوا إليه وأمسكوه لئلا ينصرف عنهم. فقال لهم: إنه ينبغي لي أن أبشر في المدن الأخرى بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت. وكان يبشر في مجامع اليهودية، وكان لما اجتمع إليه الجموع ليسمعوا كلمة الله كان هو واقفا عند بحيرة جنيسارت، فرأى سفينتين راسيتين عند البحيرة، والصيادون قد صعدوا عليهما وكانوا يغسلون شباكهم. فصعدا إلى إحدى السفينتين التي لسمعان، وأمره أن يبعدها قليلا من الشاطئ، وجلسا يعلم الجموع
من السفينة والمجد لله داء البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة رومية بركته علينا آمين. فنحن إذن يا إخوتي مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقضون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. والروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا آمين. الكاثوليكون فصل من الرسالة الثانية من معلمنا القديس يوحنا الرسول بركته علينا آمين. من الشيخ إلى السيدة المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الثابت فينا وسيكون معنا إلى الأبد، تكون النعمة والرحمة والسلام معنا من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك أيتها السيدة، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء أن نحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد جاء إلى العالم مضلون كثيرون الذين لا يعترفون أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. فانظروا إلى أنفسكم لئلا تفقدوا ما عملتموه بل تنالوا أجرا تاما. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين. ألبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين. ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجموا بولس وجروه إلى خارج المدينة ظنين أنه قد مات، ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. فلما بشرا في تلك المدينة وعلما جمعا كثيرا رجعا إلى لسترة وإيقونية وأنطاكية يثبتان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخبا لهم قسيسين في كل كنيسة وصليا بأصوام واستودعاهم إلى الرب
الذي آمنوا به. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. قم يا الله ودن الأرض لأنك أنت ترث في جميع الأمم. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم. هل لي مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. أثبتوا في وأنا أيضا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته وحده إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا لن يمكنكم إن لم تثبتوا في. أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان. من يثبت في وأنا أيضا فيه فهذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمع ويطرح في النار ويحرق.
إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم فاسألوا ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير وتكونوا لي تلاميذ.